ونجاح المجتمعات ونجاح الحضارات مرتبط بنجاح التواصل، ومن هنا التركيز على البعد التواصلي سواء داخل الحق التعليمي او باعتباره ظاهره انسانيه بشكل عام. المساله الثانيه وهو التحدي الذي يعيشه الانسان اليوم، والمدرسه المغربيه ليست بملأ في حتى عصرين قريب كنا ندبر الندره، وصلنا بالون فرونسي on gère l'abondance, la rareté, aujourd'hui on gère ce qu'on appelle l'abondance. C'est-à-dire, كيفa يمكننا لنا أن ندبر هذه الوفرة وهذا الزخم الذي أصبحنا نعيش فيه في عصر الرقمنة، في عصر التطور السريع والهائل جدا. ما أريد التأكيد عليه هو ليس سؤالا بقدر ما هو مجموعة من النقاط التي يجب التركيز عليها، وهو أن البعد التواصلي وإدخال الوسائط سواء التلفزة أو الإذاعة المدرسية أو الكبسولات التي نقدمها وتقدمها المديرية والأكاديمية والوزارة بشكل عام، أن لا يكون هذا البعد المناسباتي واللحظي حاضرا، بل أن يكون مؤسسا له. اليوم مع